بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بدانا ولله الحمد والمنه في الدرس الماضي بدراسه متن الدروس المهمه لعامه الامه للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فماذا اخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، بداية حفظ القرآن، كيفية حفظ القرآن. أخذنا طريقة السلف مع القرآن. هل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يقرؤون القرآن دون التدبر والعمل، أو تركوا حفظ القرآن ولم يحفظوه؟ يحفظون التدبر من 10 آيات. إذن الذي يقول أنه على طريقة السلف لابد أن يكون على ما كان عليه السلف بخاصة في القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هجر للقراءة، وهجر للتدبر، وهجر للعمل، وهجر للتداوي به، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. ففي كل يوم 10 آيات. 10 آيات يقرأها، يحفظها، وينظر في تفسير مختصر كتفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر بن سعد رحمه الله، ثم يستعين بالله على العمل. نعم، طيب، غير هذا. نعم، أخذنا شروط لا إله إلا الله. أخذنا شروط لا إله إلا الله. ذكرنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن شروط لا إله إلا الله كم؟ ثمانية. وهي؟ يعني اختلف، يعني بعض العلماء وهي ثمانية. طيب، ثمانية. نعم، علم ضد الجهل، بمعنى لا إله إلا الله. نعم، علم ضد الجهل، ثم يقين، اليقين ضد الشك، ثم صدق، الصدق ضد الكذب، ثم محبة، والمحبة ثم ضدها البغض، ثم انقياد، انقياد ثم يعني كفر بالطاغوت. إخلاص. إخلاص ضد الشرك. نعم، قبول ضده الرد، والكفر بمعبد بدون الله. الله يفتح عليك، تفضل. نعم، غيره. أخذنا شروط الصلاة. طيب، شروط الصلاة وهي 9. نعم، الأول الإسلام. الإسلام والعقل والتمييز والنية، قلنا هذه الشروط في كل عبادة، إلا أنها الزكاة والحج، هناك بعض هذه الشروط قد تتغير فيها على ما سيأتي إن شاء الله. الإسلام ضده الكفر. الإسلام والعقل، والعقل ضده الجنون. والتمييز التفريق بين الأشياء، وفي الغالب ابن 7 سنين مميز. طيب، ستر العورة، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة. ستر العورة أو أخذ الزينة، وقلنا العورات في الصلاة 3: مغلظة، مخفف، متوسط. المغلظة هي عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. والعورة المخففة الذكر من 7 سنين 10 سنين يستر الفرجان، وما عدا المغلظة المخففة عورة متوسطة، يستر السر إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. نعم، رفع الحدث. رفع الحدث أي الأكبر والأصغر. إزالة النجاسة. إزالة النجاسة قلنا على 3 أشياء: بدل، بقعة، وثوب. دخول الوقت، واستقبال القبلة في الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة يصح أن تصلى حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة في السفر فقط. نعم. 9 دخول الوقت. نعم، تفضل. بعد ماذا؟ نعم، أركان الصلاة. أركان الصلاة. القدرة مع القيام وتكبيرة الإحرام. نعم، القدرة مع القيام. القيام مع القدرة. القيام مع القدرة. نعم، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام. وقراءة الفاتحة. والركوع. قلنا القيام مع القدرة، تعرف القدرة بأن لا يقدر على القيام بالكلية أو يقدر مع ذهاب الخشوع، فهذا عاجز. ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة. لابد في قراءة الفاتحة أن يقرأ الفاتحة كاملة
مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها، ولا ترك منها شيء. اقرأ في الركعة في السرية وفي الجهرية وفي الحضر وفي السفر، إلا أن الفاتحة تسقط إذا أدرك الإمام راكع بقول النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الركوع والاعتدال، بعد الركوع والسجود على الرأس السبعة والرفع منه والجلسة بين السجدتين طمأنينة تحصل الطمأنينة، بأن يقول الذكر الواجب في هذا الركوع في الغالب أنه قد اطمأنت. والترتيب بين الأركان والتشهد الأخير خرج بهذا التشهد الأول والجلوس له لأنه قد يتشهد وهو قائم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة الإبراهيمية على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمات. فتح الله عليه. واجبات الصلاة، نعم، جميع التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن. قول سبحان ربي العظيم في الركوع. سبحان ربي العظيم، سبحان في الركوع، سبحان ربي في السجود، رب اغفر لي بين السجدتين، سمع الله لمن حمده، الإمام الفرد، ربنا ولك الحمد للجميع، والتشهد الأول وجلوس من طلعت الصلاة. تعالى، نعم. الأكل والشرب والتكلم مع العلم، الكلام العمد مع العلم والذكر، والأكل والشرب والضحك وكشف العورة، انكشاف العورة والعبث والحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، والانحراف عن القبلة وانتقاض الطهارة. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي أن الحركات خمسة في الصلاة، من يذكرها لي؟ حركات قلنا خمسة، درجة تحت الأحكام التكليفية الخمسة، نعم. محرمة، حركة محرمة، وحركة مكروهة، وحركة مباحة، حركة مستحبة، وحركة واجبة. الحركة المحرمة هي الحركة الكثيرة متوالية عرفا لغير حاجة، الضحك والأكل والشرب والتفاف الكثير عن القدر. الثاني مكروهة، حركة قليلة لكنها لغير حاجة، والحركة التي تكون لحاجة فهي مباحة، والحركة التي تتوقف عليها كمان الصلاة مستحبة، والحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة هي حركة واجبة. فتح الله عليك، نعم. طيب، بعد هذا يعني ذكر أيضا المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بسنن الصلاة. الآن يقول الرجل يستقبل القبلة بعد أن يأتي بشروط الصلاة، لأن شروط الصلاة خارج الماهية، خارج العبادة. فأتي بالشروط أولا، يستقبل القبلة ويتطهر ويصلي في مكان ليس فيه نجاسة وغير هذا من الشروط. طيب، يتخذ سترة، أقل ما يقال في السترة أنها سنة مؤكدة، نعم، أقل ما يقال فيها، وضب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أين ينظر المصلي؟ ينظر المصلي إلى موضع السجود. طيب، يصلي قائم في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا، لكن يأخذ نصف أجر القائم. ثم بعد هذا ينوي، وقلنا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، وهناك دليل خاص في الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، قال فكبر، ولم يقل فقل اللهم نويت أن أصلي كذا وكذا وغيرها. يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين، يرفع اليدين ممدودة الأصابع المضمومة دون أن يجعل يستقبل بباطن الكفين القبلة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين. الأخطاء هنا في تكبيرة الإحرام أن البعض يفرج بين الأصابع ويمس شحمة الأذنين أو يجعلها يعني في الأعلى أو حذو السرة، مضمومة الأصابع متجه بباطن الكفين إلى القبلة، حذو الأذنين أو حذو المنكبين. ويصح أن يكون التلفظ بالتكبير مع الرفع أو قبل أو بعد، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
والاختلاف تنوع. يكبر تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين قائلا إن الله أكبر، ثم بعد هذا يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا هو الوضع، هذا هو الوضع، باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا هو الوضع. أو يقبض هكذا قبض، إذن باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى والرسغ والساعد، وضع هكذا. أو يقبض. أما الجمع بين الوضع والقبض هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقبض مثلا على مرفقيه، أو أن يسدل، يضعهما على صدره دون تكلف. يعني البعض ترى الآن يعني إما يضع على خاصرته، أو يضع على سرته، أو يضع مثلا على مكان النحو، فهذا لا يعتبر قابض أصلا عندما يضع هكذا. أو يضع على قلبه، لا، هو يضع على صدره دون تكلف، باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، أو قبض هكذا، قبض على الرسغ. طيب، ثم بعد هذا يقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. النظر في الصلاة دائما يكون إلى موضع السجود، والالتفات اليسير مكروه، والالتفات الكثير محرم، بل قد يكون مبطل للصلاة. بعد دعاء الاستفتاح يقول دعاء الاستفتاح وينوع بين الأدعية، ودعاء الاستفتاح يكون في الأولى فقط، ثم بعد هذا يستعيد ويبسمل ويقرأ الفاتحة كاملة، ثم بعد هذا يؤمن، ثم بعد هذا يقرأ سورة. قراءة السورة ودعاء الاستفتاح هذا من سنن الصلاة. هل الآن عندما يقرأ السورة هل يستعيد مرة أخرى؟ لا، تكفي الاستعادة الأولى. هل يبسمل؟ إذا أراد أن يقرأ من أول أي سورة يبسمل، وإذا أراد أن يقرأ من وسط أو آخر السور لا يبسمل، يقرأ مباشرة. ثم بعد هذا فرغ من القراءة، لا يستحب له أن يفصل بين القراءة وبين التكبير، أي تكبيرة الركوع، ثم يرفع اليدين حذو الأذنين أو حذو المنكبين على ما ذكرنا في الصفة الأولى في تكبيرة الإحرام ويركع. الركوع يجعل الظهر على استقامة واحدة مع الرأس. في الغالب أن الإشكال يعني بعض الناس هذان الله إياه يكون في الركوع، في السجود أكثر، يعني أكثر ما يكون من إشكال حال الركوع حال السجود. إما أن يثني مرفقيه فينحني الظهر، أو أنه يعني لا يقبض على ركبتيه، يقبض على فخذيه أو على ساقيه أو يجعلهما من الداخل، يجعل الظهر مع الرأس على استقامة واحدة ولا يثني المرفقين ويقبض على ركبته. يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد لكن بما ورد: سبح قدوس رب الملائكة والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو الثانية سبحان ربي العظيم أو وبحمده. ثم بعد هذا وهو راكع بين الركوع وبين القيام الاعتدال يرفع يديه قائلا: سمع الله لمن حمده، مع رفع يديه. يعني الآن هو راكع، عندما يبدأ بالرفع يقول: سمع الله لمن حمده، مع رفع يديه. إذا استقام يقول: ربنا ولك الحمد. بعض الناس هدانا الله إياه متى يقول: سمع الله لمن حمده؟ إذا استقام يقول: سمع الله لمن حمده. الآن هنا هذا الموضع الأصل أن يقول فيه: ربنا ولك الحمد. وقول سمع الله لمن حمده هي هنا مقام تكبيرة الانتقال. طيب، فيقول ربنا ولك الحمد ويزيد بما ورد: لربي الحمد، لربي الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم بعد هذا يسجد على الأعضاء السبع، أعضاء السبع: باطن الكفين، الجبهة والأنف، والركبتين، وباطن أصابع الرجلين. نعم. ثم يقول في حال السجود: سبحان ربي الأعلى،
ويزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحب له الدعاء ويدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن دعية النبي عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. مواطن الدعاء في الصلاة في موضعين والله أعلم، في السجود وفي التشهد قبل التسليم. ثم بعد هذا يرفع يجلس، يفرش اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى، ويجعل باطن أصابع اليمنى جهة باطن أصابع اليمنى على الأرض والأصابع متجه بها إلى القبلة. يقول رب اغفر لي مرة واحدة أجوبة، واستحب له أن يزيد الثانية وما شاء، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهكذا. ثم بعد هذا يكبر ويسجد كما سجد في الأولى، ثم بعد هذا يقوم إلى الثانية، يصنع في الثانية ما صنع في الأولى، إلا أنه في الثانية ليس هناك تكبيرة الإحرام، هناك تكبيرة انتقاء. في الثانية ليس هناك دعاء استفتاح، دعاء استفتاح في الأولى. في الثانية ليس هناك استعادة على قول بعض العلماء، وبعضهم يقول له أن يستعيد، لأن البعض يرى أن القراءة في الصلاة سواء كانت في الأولى أو في الثانية هي قراءة واحدة تكفي الاستعادة الأولى، وبعضهم يقول أن يستعيد، ولا أشكال في هذا. طيب، بعد هذا إذا انتهى من الثانية، إذا كانت الصلاة ثنائية كصلاة الفجر مثلا، هذا التشهد هو التشهد الأخير، ركب أجلس التشهد، يتشهد يشير بإصبعه ينظر إليه، التحية لله والصلاة والطيبات. فإذا فرغ من التشهد جاء بالصلاة الإبراهيمية عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد هذا يستعيذ بالله من أربع، الاستعاذة بالله من أربع. بعض العلماء رحمهم الله كان يأمر من يترك الاستعاذة بعادة الصلاة، استعاذة بالله من أربع، من هذه الأمور. لكن نحن لابد أن نفرق بين واجبات الصلاة و الواجبات في الصلاة. يعني الآن مثلا الاستعاذة قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أراد الإنسان يقرأ القرآن وجب عليه أن يستعيذ من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة ليست من واجبات الصلاة، لكن هي واجبة للقراءة. الآن هنا استعاذة بالله من أربع، هذه ليست من واجبات الصلاة، مع أن بعض السلف كان يرى أن من يترك هذه الاستعاذة من هذه الأمور الأربع من إعادة الصلاة فهي واجبة، لكن ليست من واجبات الصلاة. مفهوم؟ نعم، لا بد من فرق بين هذا وهذا. طيب، استعيذ بالله من أربع، واستحب له أن يدعو بما أحب، والأولى أن يدعو بدعية النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم معنا أنها جامعة مانعة. وبعد هذا أين يقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ الصحيح الذي يرجحه الله أعلم شيخ الإسلام تيمي والشيخ بن عثيمي رحمه الله أن هذا يقول قبل التسليم. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد الصلاة أبدا. وكيف يعني يترك العبد وقت إجابة الدعاء، وقت إجابة الدعاء في الصلاة وبعد الصلاة استغفار أدبار الصلوات المفروضة الخمسة كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، حتى في دعاء الاستفتاح على ما سيأتي معنا، دعاء الاستخارة على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، دعاء الاستخارة قبل التسليم لا بعد التسليم. ثم بعد هذا إذا سلم يسلم على يمينه أولا السلام عليكم ورحمة الله، ثم على يساره السلام عليكم ورحمة الله، لا يطأطئ ويرفع برأسه ولا يشير بيديه، يسلم على يمينه ولا ينحرف بمنكبيه عن القبلة، لأن هناك من ينحرف من كبيه هدانا الله عن القبلة، حتى يعني قد يكون هذا مبطل للصلاة. نعم، فهو ينحرف فقط برأسه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فإذا كانت الصلاة صلاة فريضة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا ولله الحمد تمت الصلاة. من يذكر لي شروط الوضوء؟ شروط الوضوء أخواني الإسلام والعقل، الإسلام والعقل والتمييز والنية، قلنا في كل عبادة، إلا أن بعد هذه الشروط الأربع قد تتغير في الحج والزكاة. إسلام وعقل وتمييز
وني نعم انقطاع موجب الوضوء نعرف الإسلام والعقل والتمييز والنية والنية مع استصحاب العبادة خامس نعم خامس يا اخوان لاحظ النية مع استصحاب اوقف نعم تفضل نعم تسعه شروط الوضوء تسعه نعم الاربعه الاولى اللي ذكرها اذكر ثمره استصحاب حكم لا من الاول الاسلام والعقل والتمييز والنية استصحاب حكمها استصحاب حكمها استصحاب النية لأن تتم الطهارة نعم فلو نوى قطع الوضوء في وسط الوضوء انقطع يعني الآن توضأ وبقي عليه غسل الرجل وقال أنا ما أريد هذا الوضوء ما أريد أن أتم هذا الوضوء إن شاء الله إذا أذن لصلاة العصر أتوضأ ثم بعد هذا غسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وضوء باطل لأنه نوى قطع الوضوء من يتكلم بالوضوء؟ ها؟ طيب فوق ما لنا علاقة إذا تكلم إذا قطع النية في وسط الوضوء فالوضوء باطل لو نوى بعد الفراغ من انتهاء من الوضوء قال هذا الوضوء أنا ما أريد أن أصلي بهذا الوضوء إن شاء الله توضأ وضوء آخر ثم صلى فيه فالصلاة صحيحة لأنه تمت العبادة من أول إلى آخر بنية ما قطع النية مفهوم؟ طيب وبعد هذا السادسة الاستنجاء نعم انقطاع موجب الوضوء انقطاع موجب الوضوء ها تكمل لك انقطاع موجب الوضوء ما معنى انقطاع موجب الوضوء في اشياء توجب الوضوء اكل لحم الجزر الان مثلا هذا الاخ اراد ان يتوضا لكن اخذ ياكل في لحم الجزر فنقول له لا انتظر حتى ينقطع هذا الموجب للوضوء لان اكل لحم الجزور موجب للوضوء وهو مثلا يخرج منه الريحه خذ يتوضا نقول لا انتظر حتى ينقطع هذا الريح الخارج لانه موجب للوضوء وهو يبول مثلا اراد ان يتوضا نقول لا انتظر حتى ينتهي البول ثم بعد هذا قال الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء إذا كان هذا الخارج موجب للاستنجاء والاستجمار يعني خروج الريح له والنوم وآكل لحم الجزور لا وجب الاستنجاء والاستجمار نقول لا استنجاء ولا استجمار هنا لكن خرج منه البول بال وبعد أن انتهى من البول أراد أن ينظر قل لا لا تتوضأ تستنجي أو تستجمر ثم بعد هذا تتوضأ نعم دخول الوقت لمن حدثه لا دخول الوقت لمن حدثه دام ساعتين فقط لا أخيرا ما هي أن يكون على طهورية الماء وإباحة هلاك بسم الله ماذا حدث ماذا قالها؟ تعال هنا عندي تقدم ماذا قال؟ طهورية المكان المكان وفي البدن متأكد؟ هذا كان في الدرس الماضي يا رجل طهورية الماء وإباحته فلو إذا وجد ماء نجس يتوضأ به؟ لا. ماذا يصنع؟ لم يجد إلا ماء نجس، ماذا يصنع؟ تيمم. الله يفتح عليه. لكن وجد ماء عند هذا الأخ. قال أعطيني ماء أتوضأ، قال لا. يضرب ويأخذ منه الماء بالقوة. كيف إذا كيف يتوضأ؟ أرجو منه. يتيمم، ماء لم يرضى، لم يرضى. أبى. لا شيخ. يتيمم، أجلس. نعم طيب فروض الوضوء سبحان الله البقية ما توضأ
يا اخواني فرض الوضوء ما شرط الوضوء ممكن فرض الوضوء نعم كم اول فرض ست ست فرض الوضوء نعم غسل الوجه ومنه الوجه مع المرضى والاستنشاق نعم اسمع غسل اليدين مع اليدين مع المرفقين مسح جميع الراس الراس مع الاذنين نعم وغسل الرجلين الرجلين مع الكعبين الترتيب والترتيب والموالاه موالاه سته أربعة ذكرت في الآية وتضيف عليها الترتيب والموالاة الترتيب أن ترتب على ما رتب الله سبحانه وتعالى والموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو ويكون الذي قبله قد جف يعني مثال هذا الأخ أخذ يتوضأ تمضمض واستنشق واستنذر ثم غسل الوجه ثم عندما شرع في غسل اليد اليمنى دق الجوال فأخذ جهاز الجوال وأخذ يتكلم معها كيف الحال متى جئتم قال والله جئنا اليوم متأخر وكذا طيب متى تنتهي الدورة؟ قال والله الله مستعان يعني لعلها أن تطول واختبارات وتعبنا وكذا شاء الله أن يريحنا من فلان المهم قال طيب قال إن شاء الله يعني كذا وأغلق الأسئلة يكمل الآن؟ لا لأن هنا في فاصل طويل وعلى ما ذكرت أن من فروض الوضوء الموالاة وهذا لم يحقق الموالاة لكن لو اتصل على الإنسان وقال أنا أتوضأ اتصل علي بعد خمس دقائق وأغلق ثم أكمل الوضوء يصح وهو يتوضأ انقطع الماء وهناك إناء آخر في ماء فأخذ الإناء آخر وأكمل الوضوء يصح وهو يتوضأ وجد على يده شيء من العجين أو من الطلع أخذ يزيل هذا ثم أكمل الوضوء يصح لأنه مشتغل بفرض مشتغل بالوضوء نعم فرض من فرض الوضوء مفهوم؟ طيب ترتيب وموالاة وهذا بخاصة الموالاة في أيام الصيف لأنه في الغالب يكون العضو الذي قبله قد جف مفهوم فتح الله عليك طيب ما أنا فرض الوضوء شروط الوضوء باقي سبحان الله عد من جديد إسلام وعقل وتمييز إسلام وعقل وتمييز ونية واستصحاب حكمها استصحاب حكمها بأن العين وقطع حتى تتم الطهارة موجب انقطاع انقطاع موجب الوضوء استنجاء استجماع قبله طهورية الماء وإباحته نعم وصول الماء نعم لا ما حتكلم هاي ثمانية إلا لا وضوء في دخول وقت في من حدثه في من في حق من حدثه هذا في نواقض الوضوء لا ما نواقض الوضوء في من في شروط الوضوء دخول الوقت دخول الوقت بقي وقت لا بد بقي وقت كل طهوري عشرة لا أسا في واحدة في عشرة تسعة هذه الصلاة أسا في واحدة بعد نعم بعد عشرة بعد طهورية الماء وإباحته وإباحته نعم وصوله إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر صح؟ نعم لا يعني الآن على أحد أعضاء الوضوء طلاء الجدران هذا أو عجين يعمل خباز هذا في الخبز ووجد على يده عجين فلا بد من إزالة هذا ما يمنع وصول الماء إلى ماذا؟ إلى البشر لا بد يزيل هذا حتى يكون الوضوء صحيح النساء يضعن يعني على الأظافر طلاء يسمونه باسم مناكير يعني جمع منكر نعم فهي مناكير كثيرة فالوضوء لا يصح حتى تزيل هذه المنكرات ويكون بعد هذا الوضوء صحيح مفهوم نعم طيب نواقض الوضوء سبحان الله الذي لا يعرف نواقض الوضوء قد يقع في ناقض ولا يدري ويكون وضوء باطل الخارج من السبيلين مطلقا كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء بول وغائط وريح وحيض ونفاس ودم ومذي وودي صحيح وديدان وحصى وريح كل خارج من السبيلين ناقض الوضوء وانتهى الامر صح
مطلقا. طيب بعده زوال العقل الخارج الفاحش النجس من غير السبيل الذي يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه هذا اذا كان خارج من غير السبيلين انه غير نار الا اذا كان من جنس البول والغائط. مثال عنده يعني صنع له عمليه وصنع له انبوبه من البطن مثلا يخرج منها البول والغائط فهذا خارج من غير السبيل لكن من جنس البول والغائط فهذا نار. لكن لديه جرح وهذا الجرح يخرج منه قيح وصديد هذا غير ناقض على ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بعدها زوال العقل. زوال العقل قد يزول العقل صحيح؟ نعم بنوم او اغماء او جنون او سكر او مخدر او بنج فهذا ناقض مفهوم. إذا زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون أو مخدر فهذا ناقض الوضوء. لكن النوم ليس ناقض الوضوء لكن هو مظنة لنقض الوضوء واستطلاق الريح. فننظر يعني هذا الآن الأخ اتكأ هناك ونام هل يشعر بنفسه ويشعر بما حاول يسمع كلام؟ قال لا لأنه تذكر درس البارحة فهذا انتقض الوضوء لأنه لا يدري. وإذا كان يدري ولكن يعني غلب شيء من النعاس ويشعر بنفسه فهذا يكون غير نار مفهوم؟ نعم. بعد هذا من قال هذا؟ تعرف أين؟ في الدروس المهمة؟ هذا ليس في الدروس المهمة ممكن أو نعم شيخنا مس الفرج مس الفرج الشيخ بن عثيمين رحمه الله يذكر في هذا أن هذه المسألة فيها خلاف. شيخ الإسلام يقول يستحب له نعم إلا إذا خرج من الذكر شيء أصبح الناقض الآن خارج من السبيل. نعم. أكل لحم الجزور خاصة. الردة نسأل الله السلامة عافية المبطلة كل الأعمال. فتح الله عليه. هذا نواقض ستة. ما الفائدة من معرفة النواقض؟ نواقض الوضوء. الفائدة أنه إذا جاءنا هذا الأخ قال مس المرأة نقضه؟ نقول لا. حمل الميت، تغسيل الميت، نقضه؟ لا، لم نأخذ فيه، نأخذ الوضوء، مفهوم؟ طيب، صفة الوضوء أن ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، ثم يسمي، ثم يغسل الكفين، غسل الكفين سنة، إلا في نوم الليل، إذا نام بليل واستيقظ وجب عليه نغسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء ثم يأخذ حفنة من الماء بيده اليمنى ويتمضمض بأن يدخل الماء في فيه ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخره ثم يستنثر بيده اليسرى هذا بغرفة واحدة ومج الماء من فيه يأخذ حفنة من الماء يتمضمض بأن يدخل الماء في فيه ويستنشق بأن يسحب الماء بمنخره ثم يستنثر بيده اليسرى ومج الماء من فيه بغرفة واحدة مفهوم؟ طيب مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ثم يغسل الوجه غسل الوجه ما هو حد الوجه؟ حد الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا من منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة لأنه بعض الناس يعني يكون منبت الشعر هنا هذا ليس منبت معتاد زي صلع مثلا منبت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرض اللحية هل تغسل؟ نعم تغسل لأنه يحصل بها المواجهة لكن تعلم أوقف لكن اللحية إذا كانت اللحية كثيفة مثل لحية الشيخ فالتخليل هنا تخليل اللحية
سنة. وإذا كانت اللحية نعم، وإذا كانت اللحية لحية خفيفة أي يرى الخد أسفل من شعر اللحية مثل لحية الأخ، فالتقرير عند هذا واجب لأنه تحصل المواجهة باللحية وبما هو أسفل من اللحية، وهذا الأخ التقرير عنده سنة. أين؟ في الوضوء. أما في الاغتسال التخليل واجب عند هذا وعند هذا، ولا تخليل سواء خفيفة أو كثيفة في التيمم. إذن تخليل اللحية في الوضوء في تفصيل، كثيفة سنة، خفيفة واجب. في الاغتسال لابد من التخليل، في التيمم لا تخليل. جزاكم الله. يخلل اللحية، كيف يخلل اللحية؟ بأن يدخل الماء أسفل من اللحية أو يدخل الأصابع داخل شعر اللحية، ثم بعد هذا يغسل اليد اليمنى، غسل اليد اليمنى من أطراف الأصابع حتى يستوعب المرفقين دون أن يشرع في العضد، لأن البعض لا يغسل الكفين هنا، يكتفي بغسل الكفين في أول الوضوء. غسل الكفين في أول الوضوء سنة، وهنا فرض من فروض الوضوء. مفهوم؟ يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس، لا غسل، يبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتين في صماخي أذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهم دون أن يأخذ ماء جديد للأذنين. يغسل الرجل اليمنى مع الكعبين ويخلل الأصابع الرجلين بخنصر، يبدأ باليمنى ثم اليسرى ثم بعد هذا يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. صفة التيمم، صفة التيمم أن ينوي نعم. صفة ماذا؟ التيمم نعم. أن ينوي التخلل، التخليل. أن ينوي ثم يسمي ثم يضرب بباطن الكفين ضربة واحدة على الأرض، سواء كانت الأرض من تراب أو من طين أو من رمل أو من حصى أو من صخر. على الموكيت لا، على هذا الجدار لا، يعني الطلاء نعم، على الخشب لا، على الأشجار لا، على الأرض سواء كانت الأرض من طين من تراب من رمل من حصى من صخر يضرب عليها كم ضربة؟ ضربة واحدة. ينوي بقلبه، يسمي بسم الله، يضرب ضربة واحدة ثم يضرب إحدى كفيه بالأخرى أو ينفخ فيهما إذا كان عليه فيهما شيء من التراب، ثم يمسح ظاهر الوجه دون تخليل، ثم ظاهر اليمنى ثم ظاهر اليسرى. هذا هو التيمم. من يعيد لي هذه الصفة؟ سبحان الله. تيمم أخواني. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أخي. إيه. الأول ينوي. أن ينوي. ينوي بقلبه. نعم. ثم يسمي. ثم يسمي يقول بسم الله. ثم يضرب. يضرب ضربة واحدة باطن الكفين على الأرض، تراب، طين، رمل، حصى، صخر. نعم. نعم. ثم يزيل ما علق فيهما من تراب. يضرب إحدى كفيه بالأخرى وينفخ فيهما. نعم. ثم. ثم يمسح. أمسح شيء ولا يده. أكمل أكمل. نعم. ثم يمسح بوجهه. يمسح بوجهه. ظاهر الوجه. ثم ظاهر ظاهر الكف اليمنى ثم ظاهر الكف. شيخ صيغة. أسمع ما أسمع شيء ما أسمع شيء. اجلس فتح الله عليك. نعم نعم. تعيد ما قال الأخ. ينوي ثم يسمي ضربة واحدة على الأرض. المهم بعد هذا. ثم يمسح ظاهر الوجه. أمسح. لا يخلل ويمسح ظاهر. لا 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 تشرع هنا، هنا فقط بس. لا يمنى وظاهر. بس يكفي هذا. قرب علينا هنا شوي. نعم. صفة الاغتسال.
الاغتسال. نعم الاغتسال. فتح الله عليك. اجلس. عندنا اغتسال مجزئ واغتسال مستحب. اغتسال مجزئ واغتسال مستحب. نبدا بالاغتسال المستحب، يعني اكمل اغتسال. اكمل اغتسال اغتسال النبي عليه الصلاه والسلام، يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، وان لحق بهما شيء يعني اوساخ او كذا يغسلهما بالصابون بالتراب كذا، ثم طبعا ينوي الان، ثم يتمضمض يستنشق يستنثر ويغسل الوجه مع التخليل خفيفه كثيفه، ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى، ثم يغسل الراس ويرويه بالماء، يعني يتحقق من وصول الماء الى اصل البشره ومن بين الشعر فوق مع غسل الاذنين، ثم يغسل الشق الايمن كاملا ثم الشق الايسر كاملا، ثم بعد هذا يغسل الرجل. هذا اغتسال مستحب، اكمل اغتسال، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اغتسال مجزئ، ينوي يسمي يعمم جميع البدن بالماء وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة والاستنشاق، سواء اغتسل هذا الاغتسال أو اغتسال الأول يخرج بعد هذا الاغتسال ويصلي، مفهوم؟ لأن اغتسال أعلى من الوضوء. مرة أخرى، اغتسال المستحب أكمل اغتسال، اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الفرجين ثم يغسل اليدين، يتوضأ وضوء للصلاة، ومع هنا عندما يصل الى الراس يروي بالماء، يبقى مع الرجلين لا يغسل الرجلين، الشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يغسل الرجلين. اغتسال مجزئ، ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفه والكثيفه بالماء مع المضمضه والاستنشاق، مفهوم؟ الله اعلم، نكتفي بهذا المقدار. نريد منكم لكن هذا يعني لابد فيه من يعني تعامل. الأسئلة هذه توزع عليكم مرة أخرى تكملوها، لأنه ما يعقل يا إخواننا أغلب الأوراق فارغة، تكملوها إن شاء الله نتفاهم مع صلاة العصر. هذا أول. الثاني، نريد كل واحد منكم يذكر لنا من الدروس المهمة أدب من آداب الإسلامية أو من الأخلاق، مفهوم؟ طيب، بعد صلاة العصر يبقى معنا شيء ما يتعلق بإزالة النجاسة وكذا، إن شاء الله تعالى بعد العصر نكمل الدروس المهمة. طيب، والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وآله وسلم.